تظاهر الآلاف في كاراكاس ضد نيكولاس مادورو بدعوة من زعيم المعارضة خوان غوايدو، الذي يأمل في الاستفادة من الأحداث في بوليفيا من أجل إطاحة الرئيس الفنزويلي. وأكد غوايدو أمام الحشد أنه لن يضعف ولن يتراجع، داعيا أنصاره إلى النزول إلى الشارع للمطالبة برحيل مادورو. وكان غوايدو قد أعلن نفسه رئيسا بالوكالة لفنزويلا واعترفت به نحو 50 دولة. ويأمل غوايدو بالإفادة من الأحداث في بوليفيا، حيث أجبر الرئيس موراليس على الاستقالة بضغط من المتظاهرين وبعد تخلي الجيش عنه.